لو لي زامي كي دايرين لاباس عليكم بخير اموركم مزيان بديت معكم الفلوق من الطوموبيل حيت غادي اليوم ندورو واحد الدوره شرفيه على العيون. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. غادي نديكم معايا نخرجكم معايا نساريكم معايا فيما مشيت غادي تمشيو معايا اوكي. دابا حنا يلاه خرجنا من المدرسه ديال نور ودابا غادي نمشيو نديوكم معنا الكافي. انا ماشي ديالي واحد الكافي يلاه فتحت هنا جديده في العيون غير ديال البنات. قلنا والله حتى نمشيو نجربو انا وحالي مختي. يلاه خليكم معايا. راه حالي مختي كتمشى دابا حنا غادن حيت القهوه البنات راه غير حدا هاد حدا المدرسه ديال حالي مختي. داكشي شطاري حليمه ياك لاباس. عرفتوا البنات وصلت هاد الشارع قلت والله حتى نصورو. عرفتوا علاش؟ حيت هاد الشارع هذا كنت خدامه في الايكول. انا غادي نوريها لكم راه حدايا. هاد الشارع هذا سميتو شارع مولاي اسماعيل اولا شارع المعروف بالاذاعه، حيت فهاد الشارع هذا هنا فين كاينه الاذاعه ديال العيون. صراحه ولا واعره ترى صافي لونطو ما جيتلوش قسما بالله. او دابا جات الوقيته باش نوريه لكم. شي على داك الترابو راه هو اللي كيفرفر. اقسم بالله لا العظيم غتقولوا لي هند فين خارجه في هذه الوقيته. انا كيعجبني نخرج وما يكونش بنادم، كيعجبني غير انا اللي نبان. يقول لي راسي باني غير انت. بون هانتوما دايره واحد الوريضه هنا بيضاء ولكن راه مشات رجعت للور. عرفتوا حنا مي فغيمون هذا الحي هذا حي شارع مولاي اسماعيل فغيمون ولا واعر. عرفتوا دابا جايه من كورونا صراحة ما خرجت ما وصلت لي. انا غنوريكم الايكول اللي كنت انا خدامه فيها اوف وفاينالي خرجت منها. بون انا غادي نوريها لكم كيف اللي كنت انا خدامه فيها. القهوه البنات راه حداها. هادي هي الكافي اللي قلت لكم فتحات هنا جديده في العيون. جينا نشوفها فريمون ديكوريشن. يا سلام منهم بنت اختي ربات كتخربق. ها هي سميتها ثينك بينك. كاين غير البينك. نعم سيدي دابا غادي نطلبوا صراحه المنيو ديالهم يعني في المتناول. صراحه زويون وجات تري كالم ياك حليم. كان
لي زامي خرجت خرجت وجيت للبوتيك عند صديقي زكريا. البوتيك ديالو سميتو كينغ فاشن، فريمون كيبيع داك الشيء خطير، لي فيست لي روب لي او لي شوميز، صراحه لي زارتيكل كامله عنده يا سلام. واهم حاجه البنات المعامله ديالتو الطوب. هذا تقريبا عنده العمر ديالو شي 15 عام، دونك هذا ما كاينش شي واحد كيجي يعني من الداخل ولا من العيون وما يجيش لهاد الباطو هذا ويتصور حدا. اليوم انا بغيت ندخل صراحه نصور لكم حدا حداه قريب شويه، ولكن البحر اليوم الصراحه هاي شوفوا يعني في نواصل هاد الباطو هذا بعيد من العيون لهنايا تقريبا شي 20 دقيقه هاد ماكسيمو ديالو. صراحة زويون ولكن راه واحد الجو كاين اليوم يا سلام. شوفوا 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 صراحة على منظر غزال، عرفتي بحال داير بحال الشكل ديال الشلال ديال القمر، عرفتي داك الشلالات اللي كاينين في بني ملال وصفرو فغيمو شي حاجة. واو يا سلام. I'm back. بون يلا دخلنا للدار البنات. الصراحة داز واحد النهار روعة 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 فغيمو، يعني خرجنا هرسنا الروتين ديال الدار، مشينا شفنا الأجواء كيفاش كانت في ليكول، مشينا للكافي فغيمو زويونة، مشينا للبحر كان الجو يا سلام روعة. المهم درت فيه بزاف الحوايج هاد النهار هذا، ما بقاش فيا الحال. بون غادي نبارطاجي معكم الحويجات اللي شريت وشحال من حاجة شريت. أهم حاجة البنات غادي نبارطاجي معكم هي هاد لافيست هادي اللي شريت، فريمون زوينه هذا ما عندي الصراحه، خديته في الصومون صراحه زويون فريمون عجبتني، جايه طويله حتى لهنا. اهم حاجه هي انها الكاليتي الصراحه هي البنات يا سلام. بون دابا نشوف راسي مع من غادي نلبسها البنات، خصني ثاني خصني نشوف راسي مع من غادي نلبسها، حيت فريمون بغيت ندير معها شي لبسه تكون زوينه البنات صراحه زويونه. وهاد المحل هذا غادي نخلي لكم الانستغرام ديالو البنات باش تمشيو تقداو من عنده، الصراحه فريمون كيجيب لي زارتيكل يا سلام. وخديت هادو هاد الديكور هذا على حساب داك شنو فريمون عجبتني، قلت الله تنشريها. هو هاد الديكور هذا فريمون عجبني، شوفوا كيوت سو كيوت. انا فريمون هذا البلاط ماشي بلاستيك، هذا راه العاج، حتى هو خديته الصراحه زويون عجبني. وكيف كتشوفوا البنات انا راه ميمكنش البنات نخرج وما نشريش الماكياج، نو ميمكنش، امبوسي اختي امبوسي. بون خديت كانوا ناقصني شي حويجات، مشيت الصراحه فينسي كانوا دايرين برومو، خديت هاد الماسكارا هادي فوليم. انا فراسكم البنات اللي بحالي تقول لي انا صراحه الماسكارا كدير لي بزاف، حيت انا ما كنكثرش يعني بحال هكا كنمشط رموشي هانتوما، انا هي كنمشطهم يعني ماشي ما عنديش مشكل انا في الماسكارا. دونك خديت هادي صراحه زوينه، شكروها لي صراحه. خديت غير الراي ديال واحد البنت قالت لي لقيتها تما، قالت لي الصراحه راه زوينه، سميتها فوليم فوليم نعمل لا. خديتها خديت هاد الباودر هادي، حتى هي الصراحه عندي لوس باودر ولكن قلت نزيد حيت عجباتني فريمون زوينه. شتو لا كولور ديالها بحال لي سميمر، انا فراس راه كيعجبني شي حاجه اللي تكون سمراء زوينه. هادي حتى هي خديتها، حتى هي كانت برومو وبزز باش عطاتها ليا فراسكم، قالت لنا ما كايناش في السطوك وكذا وكذا وكذا. وخديت هاد ديماكيو هذا الصراحه البنات زويون هذا، حيت دي تسالى ليا ديماكيو، خديت هاد ديماكيو هذا فريمون زويون البنات. بون شاكرا له بزاف البنات خديتو. خديت هاد الفونديشن حتى هي ما بقاتش عندي، خديتها خديت حتى هي حيت صراحه تسالى ليا الماكياج. انا فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ شنو اخر خديت؟ خديت هاد الكونتور هذا، خديت هاد الكونتور ستيك تا هو زويون، خديت هاد الغامق نقولو شنو باقا هين شنو باقا واش ما بغيتيش حشمي. شنو اخر خديت؟ ديزوري بور لو ديرونجمون،
وخضات لي حالي مختي هاد لي بوكل هادو الصراحه عجبوني انايا، انا راه من العشاق ديال لي بوكل البنات، خديتهم بحال اللي جايه بحال شكل العقيق عجبوني، خديتهم فهاد اللون هذا ما عنديش. وخدينا لحالي مختي النور هاد التخربيق هادشي ديال الشعر اختي، هادشي اللي كاين البنات وهادشي هما اللي خدينا، خديت قلت نبارطاجيهم معكم. اوكي وصلنا لافا ديال الفيديو، جيسبر انه عجبكم، الى عجبكم ما تنساوش انكم تخلوا لي كومونتير ولي لايك والبارطاج باش نتموتيفا ونزيد نعطي لي في جهدي مع هذا اليوتيوب هذا، يا بي يا بي. بون تهلاو ليا فراسكم وبيزوات وفيديو جديد ان شاء الله، باي.